تفادي لهالمنظومه بالنسبه لتونس الى كذا مرحله. اول شيء استعمال المنظومه للتكلفه للبروديوس كوست تبع اللوجيستكس، واثنين الاوبريشن يعني تنزل التكلفه، يعني واحد تستعمل هذه وفيك تستعمل المنظومه بدون اي تكلفه لك، هذا وجوابنا ليش وكيف الستراكشر تبعت المنظومه يعني انت تكون مستعمل نهائي للمنظومه، هي واحد استفاده اكيد. واثنين قلنا لتبلش تورجي فعاليتك والترانسبرنسي تبعت الشغل تبعك لتستخدم الولايات يجوا من برا يجوا يشتروا منك لانه لصالحهم يقووا لك القوه الاقتصاديه تبعتك مشان هيك حيكونوا عم يطلعوا على الداشبورد ويجوا لعندكم باستثمار. ولما ثلاثه لما انت تورجي الفوليوم من وين طالع وهذا حققناها عملنا سيستم نحن هاي المنظومه طبقناها ب الموست بيقولوا بيزيست كوريدور للتريد بين كندا وبين امريكا صارت الفوليوم مبين بالتحديد من وين جاي صار يقدروا يعرفوا وين لازم يركزوا الاستثمارات تبعيتهم تبع الفيزيكال او صارت وضعوا على الستاتستكس قدام المستثمرين صاروا مستثمرين عندهم جهوزيه حتى يجوا يستثمروا وشايفين الفوليوم عم يمشي وشايفين الاوردرز لما من وين جاي وكذا وكذا. هلا هيدي بالنسبه للاستعمال وقصه كانت مستعمل نهائي للمنظومه. اثنين انت تكون جزء من اطلاق هذه المنظومه. مين هن الاشخاص الكواليفايد؟ هدول على فكره مين بيستعملوا؟ مين الاند يوزرز تبعيت المنظومه؟ هو كل في بنسميهم نحن 19 كلاستر يعني في 19 شركه معينه يعني في تقول البور الجي بي ال الكاريرز الايرلاين التراكرز كلهم باللغه العربيه باللغه الفرنسيه بكل اي لغه بحب الواحد يستعملها وفي نقي حيلا نافذه نافذه لحتى يوصل لها نافذه بيقولوا لها جيت ويز للتكنولوجي يعني مش ضروري يكون بس بيستعمل وقت كاند يوزر. هلا بالنسبه للدبلومنت سايد اوف ايكويشن يعني الاشخاص اللي بيعملوا مين بيطلقوا هالمنظومه مثل ما كنا قلنا بالبدايه في بتعتمد اطلاق هالمنظومه على ثلاثه اندستريز اللي هي التكنولوجي والفاينانس والانشورنس. نحن عند التكنولوجي كومبانيز بالعالم اللي هلا نحن موجودين اللي معنا لحديث اليوم ان 26 شركه بالعالم من اي بي ام ومايكروسوفت وكذا اوريدي ماضيين معنا انه نحن جاهزين لحتى نطلق هذه المنظومه عالميا. بس للمعلومات هدول الجماعه حاليا هن زي سبورت 60% من مدخول القوم العالمي بالنسبه للتكنولوجيا يعني اذا بتاخذ انت بس مثلا اي بي ام اوراكل وسان لوحدهم هدول داتا بيس تبعت الاتصال في كل العالم كلها موجود على الداتا بيس هدول. طيب بس نحن شو اللي هو؟ اللي لهم ما لهم حق بامريكا مثلا الاكبر شركات موجوده بامريكا ما لهم حق اكثر من لايسنس وحده كل امريكا لايسنس وحده فالكبار قالوا طيب ونحن البقايا شو بنعمل؟ وين بنروح؟ اللي لهم نحن حنجمعكم كلكم ببيج ايفنت حيكون بجنيف بنسميه هيوماث جينيسيس يعني هونيك البدايه وحنعزم شركات التكنولوجيا من كل العالم الصغيره والكبيره كلهم حينعزموا وهيدي هون مثل ما قلنا دعوه للتكنولوجي شركات بتونس حتى يكون هونيك لانه ما دخل الحجم وهلا بنجاوب على السؤال. ليش؟ لحتى يجتمعوا مع الشركات الضخمه الموجوده بسويسرا كتكنولوجي وبعدين نحكي على فاينانس وانشورنس ايه لحتى يتشاركوا سوا لانه هل اذا كانت وان لايسنس لليونايتد ستيتس مثلا مشان تكنولوجي جيت ويز التسعه الاخرين الموجودين بامريكا حيجوا على جنيف وحيدوروا عليكم على التكنولوجي كومباني التونسيه المغربيه المصريه موجوده بالميدل ايست ان افريكا لان الميدل ايست افريكا لها حق بثلاثه لايسنسز لتتشارك مع حدا من هالشركات الموجوده لحتى تقرب على مشان اللايسنس مشان الجيم. طيب شو هن الشروط؟ اللي في ثلاث شروط اساسيات بتتاثر على ثلاثه. اول شيء مثل ما قلنا جيو بوليتيكال يعني من لايسنس لكل بلد. وكل ريجن نحن قسمنا العالم اربع ريجن قلنا امريكاس اوروبا ميدل ايست افريكا وان ايجا الا كل ريجن بالعالم له حق بسبعه لايسنس ثلاثه تكنولوجي ثلاثه فاينانس ووحده انشورنس. طيب هلا وكل لايسنس يكون من بلد محدد فلذلك هيدي بسموها جيوبوليتيكال يعني في ميك شور انه 28 بلد بالعالم
شركاتهم هي يلي جبناها تحالفت مع شركات ضخمة ومرناها لإطلاق هذا المشروع، لذلك ما في احتكار. اثنين الريكوايرمنت هي بنقول تكنيكال ريكوايرمنت، يعني لازم تكون انت بلدك ما عنده لايسنس لك حق انت تصدمه. اثنين هي تكنيكال ريكوايرمنت، وثلاثه بنقولوا لها جلوبال ريتش، يعني انت لازم تكون اي شركه تكون موجوده لشان لحتى نعمل انطلاق للمشروع بسرعه لازم يكون في عندك اوريدي جلوبال ريتش. لأعطيكم بس أهمية جلوبال ريتش نحكي بعض الأرقام، عم نحكي عالمياً عالمياً، بس أنا نحكي هل ترى عن جد هذا حيكون سريع وعالمياً وقديش بياخذ وقت؟ أظن سألت هالسؤال هذا. بدي إياكم تتخيلوا شغلة، بيأدي إنه من شركات التكنولوجيا العالمية الموجودة هلا معنا ماضي معنا، بيأدي إنه كل واحد منه يجيب 150 شركة اللي إحنا حددناهم من عالمياً يجيبوهم يعملوا الانتجريشن، يعني الولوج اتعلمت الكلمة مؤخرا بالعربي، الولوج لهذه التكنولوجيا بيقدروا يجيبوا شركاتهم هن ال 150 هذول مثلا اي بي ام تعزم 150 كاستمر لها وتعملوا الولوج بالكور سيستم. هيدا هو الرقم بالتحديد ومعرفهم من هن الشركات. كل واحد من هال 12 بما اننا نحن في 12 تكنولوجي جيت ويز، كل واحد من هذول اللي تعمل بس 150 كاستمر عندها لها يعني من حقك 60% من الفوليوم العالمي. ليش هذا الشيء مهم؟ لأعطيكم فكرة اليوم عمل للتاجر التونسي إنه هذه المنظومة بتساعدك لتكلفة شو اسمه التريد تبع cost of trade cost of transportation and so forth. السؤال يقول قديش بدا وقت لحتى trade partners تبعولي لحتى يستعملوها لحتى أنا أستفيد منها، وهذا مشان هيك هذا كثير مهم. لذلك ليش حتكون بسرعة؟ هذا مهم جدا، ليش حتكون بسرعة؟ ونحن ضامنين مثل قول الموضوع. لأنه هدول الـ 150 كاستمرز تبع اي بي ام تبع اوركل عم بيعملوا كومبلينز عنهم سنين، عم بيقولوا لها لاي بي ام أنا ما قادر أكون efficient enough. ليش؟ لأنه ما عم بقدر أشوف تريد بارتنر تبعيتي لما عم بتعامل أنا اليوم بالتجارة. اللي إلي حل، هذا صار له زمان بيشكوا من هالموضوع الشركات الضخمة لشركات التكنولوجيا. لما ورجينيهم السولوشن مشان هيك هن ناطرين ليعزموا زملائهم يعني الكاستمرز تبعهم مشان يقولوا لهم تعوا انتجريت بقلبها وات نو كاست لكم وهيدي بتساعدكم اقتصاديا وكذا وكذا. لذلك انا شوي طرقت لمواضيع اخرى بس القصه هي كثير مهمه. انه اول شيء انه هذا السيستم حيكون فيري رابيد ديبلويد مثل ما قلنا لكم، مش بس انه يكون بدون مقابل بس كمان مين عم يعرض، يعني انه هل ترى بوثق فيك واذا انا اخذته هل ترى في سستينابيلتي انك فيك انت تحافظ عليه وتطوره؟ وهذا موجود شكل باص عليه. اثنين انه يكون الشركات كلها عندها شراكه عالميه وما تكون مونوبولايز مشان جاي بوليتيكال. وشغله ثالثه مثل ما قلنا قصه الريتش بسرعه تو بي ايبل تو ديبلوي. هذه هي ثلاث المعايير اجين جاي بوليتيكال تكنيكال كابابيلتي global reach. I don't think it is.